سلام القدس لكم وعليكم احبائي واعزائي في هذه الحلقه الجديده من منتدى سيف القدس كل عام وانتم بالف خير مع بدايه عام 2023 نتمنى ونامل طبعا ان يكون يعني عام لا اقول افضل لان العام 2022 لم يكن سيئا في كل الاحوال بمقياس نهضه المقاومه وصعود محورها وتبلور هذه الهبه الفلسطينيه الرائعه العظيمه هذه الحاله الحاضره في الميادين التي يعني تملا القلوب شعورا بالحماسه واليقين والثقه والامل لكن على مستوى المعيشه ربما معيشه الناس وشروط حياتها كان عاما قاسيا خصوصا بالنسبه لسوريا بدرجه اقل لكن لا ليست بالجيده ايضا هي حاله صعبه بالنسبه للبنان بالنسبه للعراق بالنسبه لايران التمنيات تبقى تمنيات، لكنها يعني على سبيل الامل واجبه في مطلع كل عام. في حلقه اليوم نحن يعني سنتوقف امام ثلاثه عناوين. العنوان الاول هو استحقاقات العام الجاري اللي نحن في بدايته، للاضاءه عليها ومراقبتها ومتابعتها كما نراها وكما نتوقعها وكما نعتقد انها ستكون. العنوان الثاني هو كلمه سماحه السيد حسن نصر الله اللي فيها عدد من الملفات لكن وقفه خاصه امام شهاده القائد قاسم سليماني الذي يعنينا كقائد بارز وكبير وعظيم في تاريخ محور المقاومه في المنطقه والمحور الثالث هو المسار التركي السوري الذي بدا باللقاء الثلاثي في موسكو بعد يعني مساعي لشهور كي لا نقول لسنوات، ما هي الافاق وما هو الاطار الذي يمكن ان نضعه فيه؟ مع التاكيد الاستمرار بما سبق واشرنا اليه في الحلقه الماضيه من اننا ماضون في حمله تضامن والوقوف الى جانب سوريا في وجه الحصار والاحتلال والمشاريع التقسيم والاستهداف والارهاب، املين من كل محبي ومؤيدي المقاومه وسوريا ونهضه الامه أن يسهموا كتابة وتعبيرا وتسجيلا وحضورا وباي شكل من الاشكال المناسبة بما فيها التجمعات الصغيرة في اي عواصم في اي اماكن في اي مؤسسات على مستوى العالم لرفع الصوت لايصال الصوت بان سوريا ترتكب بحقها جريمة بحق الانسانية جريمة حرب كاملة أن سوريا لها الحق الكامل باستعادة كامل سيادتها بخروج الاحتلال الأمريكي، خروج الاحتلال التركي، استعادة وحدة أراضيها، أن نرفع هذا الصوت وأن نبقى على هذه الوتيرة حتى تتحقق الأهداف لأن المعركة كما سبق وقلنا يعني عشنا حالة من الاسترخاء لفترة على وهج الانتصارات التي تحققت وبعض الاعتقاد بأن الأمور شارفت على النهاية. اليوم علينا ان يعني نعيد التاكيد، المعركه لم تنتهي، لا نزال في قلب المعركه، لا تزال سوريا في ذروه المواجهه وبالتالي مسؤوليتنا جميعا ان لا ندخر جهدا لنؤكد للسوريين اولا انهم ليسوا وحدهم ولنؤكد للعالم ان سوريا ليست وحدها ولنستنهض الهمم والاصوات التي تشاركنا الراي لكنها ربما تعيش حاله الاعتقاد بان الامور بخير ولا تحتاج الى موقف تضامني او الى تعبير. انتقل الى النقاط المقرره. ابدا بالنقطه الاولى اللي هي استحقاقات العام 2023. طبعا انا على الهامش يعني بدي اقول انه سخافه التوقعات التي تصدر مع مطلع كل عام او قبيل مطلع كل عام ويبلشوا يعني يخبرونا خبريات أه شو بده يصير بالعالم وشو المتوقع يصير فبيطلع انه مثلا أه انه شايف فلان موضع اهتمام أه شو يعني انه شو طيب انا انا طرحت سؤال بلبنان انه اذا في حدا من هال الخبراء اللي بيسموا حالهم فلكيين واللي صار يقول لك لا انا مش فلكي انا عندي بتجيني رؤية واللي بيقول لك انه انا بدرس ملفات طيب حدا يخبرنا اسم الرئيس يا شباب اذا الاب ابو يعني قولوا لنا مين جاي رئيس جمهوريه ما دام انتم بتقدروا تستشرفوا وتعرفوا وتشوفوا نحن معنيون هذا ما قصدت من الاشاره الى السخافه والتفاهه فيما يقال، معنيون بان ننقل الوعي والخبره لمجتمعاتنا ولناسنا بتدفيه وتسخيف هذا الاهتمام ب ما يقال عن توقعات وعن فلكيات وعن ابراج وعن 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 حتى من قبيل التسليه، يجب ان نصرف الناس عن مثل هذه التفاهه واستهلاك الوقت في متابعتها والاهتمام بها. المحاور التي نتحدث عنها لاستحقاقات 2023 ليست من نوع التوقعات، يعني هي المحطات الفاصله التي تدخل في اختناقات، احتباسات، استحقاقات تجعل انها في العام 23 ستكون حاضره بقوه. عندنا يعني بشكل اساسي ثلاثه استحقاقات اريد الاضاءه عليها، طبعا في غيرها كثير. لكن لا نستطيع ان نضع تلك في منزله هذه او ان نجزم بشان انها ستدخل استحقاقات. الاستحقاق الاول والاهم هو ما سيجري على ساحه الحرب الاوكرانيه مع نهايه فصل الشتاء نهايه فصل الشتاء موعد فاصل موعد فاصل في تظهير ما الذي ستكون عليه اوروبا انا هون ما راح انحاز الى وجهه نظر انا مقتنع فيها ان اوروبا لن تستطيع تحمل تبعات هذه الازمه لكن بغض النظر اللي بيقولوا تستطيع واللي بيقولوا لا تستطيع لن يستطيعهم نحن والاخرين اصدار الحكم القاطع الا بعد مرور فصل الشتاء لأن عليه سيترتب كيف ستتعامل كيف ستتصرف كيف ستتظهر المواقف تحت ضغط القدرة على النجاة من الأزمة أم الوقوع تحت ضغط وتأثير الأزمة على المستوى العسكري أيضا كل الحكي الأمريكي والأوكراني عن أنه الآن مرحلة نوعية والأسلحة التي تم إرسالها لأوكرانيا ستغير وجه المعركة ما بيحمل أكثر من الشتاء وبالمقابل روسيا والحديث عن الاحتواء والاستيعاب والرهان على العمل الدفاعي وتخفيض الخسائر ما بقى يحمل اكثر من الشتاء وبالتالي نحن سنكون من الزاويتين من زاويه اوروبا ومن زاويه الميدان العسكري امام استحقاق فاصل في مطلع ايار على سبيل المثال اذا اردنا ان نضع يعني تحديدا زمنيا لتبلور الاستحقاق وبدء ظهور ملامحه. هذا يعني اننا سنكون مع منعطف كبير في مسار الحرب. هذا المنعطف انا من الذين يقولون انه سيكون حكما ويقينا لصالح روسيا، سواء في الميدان العسكري او في ميدان ما سيجري على المسرح الاوروبي والمشهد الاوروبي، لكن بكل الاحوال الاكيد هو اننا في مطلع ايار سوف نكون على موعد فاصل مع منعطف كبير في مسار هذه الحرب التي ستتقرر عليها موازين دوليه كبيره. لانه هذه الحرب معلوم بات ما عاد الامر يعني مخفي هذه الحرب هي حرب المواجهه بين روسيا والناتو وبصوره او باخرى هي حرب المواجهه بين الشرق والغرب وفي هذه الحرب اذا كانت حرب سوريا هي حرب المواجهه بين الشرق والغرب فكيف تكون حرب اوكرانيا وبالتالي اذا كانت لتعديل نتائج حرب سوريا وانا اقول هذا انها لتعديل مثل ما حرب تموز فشلت راحوا على سوريا حرب سوريا فشلت راحوا على روسيا طيب الفشل الآن ما في بعد منه منروح على محل تاني الفشل الآن يعني الفشل وبالتالي سيفرض معادلة علاقات دولية من نوع جديد هون أنا بدي أقول ما عاد نحكي عن نظام عالمي جديد نظام القطبية انتهى القطبية الأحادية وينه نحن الآن في زمن تعدد الأقطاب خلص هذا خلص الجدل الآن هو حول ماهية العلاقات داخل نظام متعدد الأقطاب الاعتراف الأمريكي بأي نسبة من الشراكة هذا ما تدور عليه المعركه اما مبدا أن امريكا لا زالت هي القطب الواحد الذي يدير العالم تصريح بلينكن واضح بيقول ان النظام الذي حكم العالم بعد نهايه الحرب البارده قد انتهى وان ما يجري الان هو منافسه نحن جزء منها وعلينا مع حلفائنا ان نخوضها بكل قوه كي نفرض لنا دورا قياديا في النظام العالمي الجديد فاذا المعركه الان هي على نسبة توازن القوى في النظام العالمي الجديد وما هي نظام العلاقات ربما ما ينشأ نظام عالمي ربما نبقى في دائرة التجاذبات المفتوحة المحورية يعني في أقطاب جاذبة بدوائر نفوذ مؤثرة وحاسمة وهذا احتمال كبير أنه نصير قدام مشهد روسيا الصين عم نحكي أوراسيا عم نحكي كل آسيا في مناخ مع إيران لها هوية لها وجهة لها موقع لها اقتصاد لها عمله لها مصارف وعم نحكي اوروبا وامريكا واوروبا متفسخه متشققه متهالكه ضعيفه هذا قد يكون هو مشهد العالم الجديد دون نظام يضبط ايقاع الصراعات ويبحث عن الحلول والتسويات لانه قد تكون كلفه البحث عن الحلول والتسويات من وجهه نظر الامريكيه اعلى من كلفه التساكن مع الامر الواقع يعني مع الحضور التشاركي البارد في إطار حرب تنافسية ليست ساخنة هذا ما حدا في جاوب عليه سلفا على نظام أو مش رحين على نظام الأكيد أن القطبية الأحدية انتهت وأن الذي سيبنى على متغيرات هذا الشتاء الذي نحن فيه الآن هو ماهية التوازنات التي ستحكم العلاقات الدولية الجديدة هذه النقطة الأولى من الاستحقاقات النقطة الثانية في الاستحقاقات هي ما سيحمله موعد الانتخابات الرئاسية التركية أنا شخصيا يعني أرجح بنسبة كبيرة أن أردوغان سيكون هو الرئيس المقبل بالانتخابات لكن الاستعداد للانتخابات سيفرض تسارعا في إيقاع حركة أردوغان على مجموعة محاور منها الجبهة السورية لأن هذا الاستحقاق الرئاسي التركي سيكون له مترتب على جبهتين أساسيتين جبهة علاقة تركيا بكل من روسيا وايران واستطرادا بسوريا وجبهة علاقة تركيا بالامريكيين ومنعكساتها في الاقتصاد لانه هلا اللي عم يتابع الوضع الاقتصادي بتركيا بيعرف انه في مجموعه من الاجراءات والخطوات المتسارعه سل يعني سله وحزمه من الاجراءات بامل انعاش الوضع الاقتصادي والتحرر من ضغط الدولار ومن اسواق الصرف مش وقت النائش يعني السياسات الاقتصاديه بس ما إلى علاقة بصندوق النقد الدولي ولا هي خيار اللجوء إلى الصندوق وإلى شروط الصندوق وهذا أمر يجب يعني فتح العين عليه وقراءته كنموذج مغاير ومختلف عما نشهده في حالة مثل مصر مثلا التي ترزح تحت وطأة ضغوط كبيرة ومعاناة كبيرة وتعيش استعصاء في كيفية الخروج من عنق الزجاجة الذي أدخلتها فيه الأزمة فتركيا تحت ضغط الاستحقاق الرئاسي معنيه لانه ملف سوريا اصبح على الطاوله بين المعارضه والحكومه القائمه هو واحد من العناوين الكبرى الامريكي الان يدخل الضغط على تركيا تحت عنوان اللي ضغط في سابقا على السعوديه ومصر انه لا يرى الوقت مناسبا لتطبيع العلاقه مع الدوله السوريه وبيضغط على الاكراد لأنه نروح شبوء الاتراك على الشام وانا بعملكم تغطية لتعملوا اتفاق لانه مش رح نقبل انه الاتراك يقدروا يعملوا اتفاق قبلكم فبالتالي اذا نحن امام حراك متسارع الدولة السورية فيه ستكون هي في موقع متلقي العروض، هي التي ستكون في موقع من يتمكن من اداره هذه الاوراق والتحكم بمساراتها، ولكن بمعزل عن من يشاركنا ولا يشاركنا هذا الجزء من الاستنتاج حول موقع الدولة السورية المتقدم، في شيء اكيد انه نحن كمان بأيار راح نكون على موعد فاصل، لانه بأيار راح يكون عندك عمليا شهر على الانتخابات فأي إجراءات بده يأخذها لازم تبلش تبين نتائجها بأيار إذا رايح صدقا وجديا في العلاقة مع الدولة السورية فالنتائج لازم تبين لا يقدر يقطف ثمارة بالانتخابات شو هي النتائج؟ هي إنهاء هذا الوضع اللي بمثله كانتون الجماعات الكردية المسلحة فإذا كانت كلفته هي التزام بالانسحاب وهي عودة إلى اتفاقية أضنة معدلة بدل العشرة 10 كيلومتر 30 وبدل السبع ايام سبع اسابيع عم بحكي ارقام على سبيل المثال انا طبعا يعني انه هاي الحدود التي منحت للجيش التركي في اتفاقيه اضنا ممكن ان تعدل مقابل الالتزام بالانسحاب مقابل تفكيك الجماعات الارهابيه بالتوازي وهون انا يعني كتبت نص على كل حال راح استع... يعني راح اذكر فقط بابرز عنوان فيه اللي هو أن الدولة السورية تصر على التوازي والتوازن والتزامن بين ملفي شرق شمال سوريا وغرب شمال سوريا. الأتراك بلشوا عم يحكوا تعالوا نحكي بالملف الكردي يعني شرق شمال سوريا. سوريا تقول التوازي أولاً بدنا نمشي باثنين بالمبدأ يعني الإنسحاب. بدك تقول انسحاب أمريكي، انسحاب تركي، تفكيك كانتون في الشرق تفكيك الكانتون في الغرب، ضرب السلاح غير الشرعي اللي انت بتسميه ارهاب في الشرق، ضرب السلاح غير الشرعي اللي نحن بنسميه ارهاب في الغرب. التوازن التوازن انت بتعطي غطاء سياسي، انا بعطي غطاء سياسي. بتساعد بعمليات امنيه معلوماتيا، بنساعد معلوماتيا، بتساعد لوجستيا، بنساعد لوجستيا. بتلتزم بالتشارك والتعاون العسكري، بنلتزم بالتشارك والتعاون العسكري. هذا هو التوازن ما فيك تطلب من سوريا تساعدك وانت ما تعمل مساعده مشابهه في الغرب تعطينا معلومات عن الجماعات الارهابيه لنستهدفها في الغرب ونعطيك معلومات عن الجماعات في الشرق لنستهدفها بتامن غطاء سياسي وبتقول هولي انا ما خصني فيهم وتصرفوا من امن غطاء سياسي وبنقول لك ما خصنا فيهم وتصرفوا مش عم نحكي عن الاكراد السوريين عم نحكي عن جماعه حزب العمال التركي وبالتالي بتقول لا بدنا نعمل عملية كورتاج تنظيفية تعوا نفوت سوا شرف نفوت سوا على غرب سوريا ونعمل عملية مشتركة لتنظيف إدلب وريف حلب وريف إدلب من الجماعات الإرهابية المسلحة والثالث هو التزامن ما في شيء اسمه اعطوني هلأ بالشرق وأنا بلتزم لكم على الورق بس نخلص منقلب على الغرب نمشي خطوة هنا خطوة هنا ولا مانع من أن تكون الخطوة الأولى في الشرق لكن خطوة يعني هي درجة في سلم يعقبها بالتزامن شيء في الوجهة الأخرى فهذا بده يبين لا يقدر يأخذ ثماره في إنجاز يعتد به في الشرق لازم يكون تم إنجاز يعتد به بالغرب وإنجاز في السياسة أكيد القمة الثلاثية لازم تكون واحدة من عناوينه وإلا بتموت الآثار والفاعليات والحيوية التي نتجت عن اللقاء على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء المخابرات وبالتالي بده يجي وزراء خارجية وراء وبده يجي وراء القمة الرئاسية فإذا إذا سارت هذه السلسلة ومعها السلسلة الميدانية الموازية سينتج عنهما أننا في أيار سنكون أمام مشهد جديد في سوريا وسنكون أمام مشهد علاقات أمريكية تركية من نوع آخر وتركية روسية إيرانية من نوع آخر أي ما له أثر ووزن وإنعكاس على مجمل توازن الدولي لأنه عم نحكي عن دولة حبينا ما حبينا هي دولة مفصلية في الجغرافيا السياسية وفي الأبعاد الاستراتيجية للصراعات الدولية اللي هي تركيا وبالتالي إذا الاستحقاق الثاني إذا كان الأول مجازاً أوكراني لكن هو دولي الثاني تركي الثالث واللي أنا بقول يجب أن نفتح العين عليه وأن نكون شركاء في صناعته لأنه هذا ملف فلسطين لا يمكن من قراءتنا للمشهد الفلسطيني وللمشهد في ساحة الكيان إلا أن نتوقع أننا في خطين يقتربان من لحظة التصادم الكبير يستحيل يعني أصلا حكومة نتنياهو اللي نحن شرحناها لكن هذه الحكومة بالمختصر انا يعني طبعا اللي قالوا السيد بجوهره لا تخيفنا بل قد تكون فرصه لتسريع زوال الكيان هذا هو الجوهر ولا بنجي نحكي عنه بس نحكي عن كلمه سماحه السيد لكن انا اريد ان اضيء على جانب في قراءه هذه الحكومه نحن نقترب من لحظه انفجار الكيان نقترب هذه الحكومه مش عم أقول قد تسرع هي واحده من الاشارات الى اننا نقترب من لحظه الانفجار الكبير للكيان، ليش عم اقول هيك؟ لانه مر الكيان بمرحله على يد البنات اذا استعملنا التعبير اللي بيستعملوه الامريكيين الاباء المؤسسين لما بلشوا كانت المهمه شو هي؟ انه كي نبني دوله لها قابليه الحياه لازم نعمل ثلاث شغلات، هول اللي انعملوا بالستينات وبمطلع السبعينات قبل حرب تشرين الأولى هي الانتقال من العصابة إلى الدولة. العصابة يعني الهجنة والأراغون وشترن والهوا اللي بنوا إسرائيل. التهجير. الميليشيا كانت هي الأساس. أنا أذكر لما نقرأ اتفاقية الهدنة سواء مع لبنان أو مع سوريا أو مع الدول العربية الأخرى سنجد فيها بند خاص بالمنظمات المسلحة غير النظامية، التشكيلات المسلحة غير النظامية. على جبهة لبنان كان في جبهة الفدائيين بقيادة الأمير مجيد إرسلان آنذاك في جيش الإنقاذ كان في مجموعة اسمها مجموعة الفدائيين لكن باقي الجبهات العربية كان فيها جيوش فقط الإسرائيلي هو الذي أدخل بند الذي له علاقة بالتشكيلات غير النظامية لأنها كانت هي القوة المسلحة الأساسية الجيش الإسرائيلي الذي نعرفه ولد بعد هذه المرحلة فالانتقال من مرحله العصابه الى الدوله يعني المحاكم القانون الدبلوماسيه المؤسسه هذا كان ركن هذا حكي عنه غوريون يعني لا شبعان الركن الثاني الانتقال من الكنيس الى الكنيسه اي من لعبه الجماعات الدينيه التي تحمل لواء التوراه والتلمود والوعد بارض الميعاد وشعب الله المختار الى اللعبه السياسيه المدنيه العلمانيه اذا صح التعبير وكان حزب العمل عم نحكي هون هو الحزب القائد الذي يبني هذا المشروع للكيان وهذا يستدعي ان تكون يكون الكيان يعني ان تكون اسرائيل هي امتداد للغرب في منطقه الشرق بكل ما تعني هذه الكلمه بان تكون هي في مظهر ديمقراطي في خطاب مدني في خطاب حقوق انسان في خطاب تنمية في خطاب لا تمييز عنصري بين العرب إلى آخره. هذه معايير وأن تحظى دائماً ببركة الغرب بأنها نموذجه المتقدم حضارياً الذي صدره إلى هذا الشرق المتوحش كي يتعلم المدنية وكي يتعلم الديمقراطية وكي يتعلم المعايير الإنسانية هذا كان الركن الثاني مفهوم الـ الـ الانتقال من الكنيس إلى الكنيست الركن الثالث هو الانتقال من الكيبوتز الى الشركه كانت الكيبوتسات هي مجموعات من الفلاحين والتعاونيات يعني اللي بناها حزب العمل على الطريقه الاشتراكيه بين هلالين اللي هي لفقراء الناس بيشتغلوا بايدهم وبيزرعوا عنب وبيزرعوا وبيشيلوا زيت زيتون وقمح وليمون والى اخره الانتقال الى الشركه وانشاء الدوله التي لها يعني موقع ومكانه في العالم في الاقتصاد المصرفي وفي البورصة وفي صناعة التكنولوجيا وفي التفوق العلمي وإلى آخره الذي يجري الآن بعد مسار أربعين سنة عم بحكي من السبعينات إلى الآن يعني من المسار الانحداري اللي بدأ من حرب تشرين واستمر مع المقاومة في لبنان توج مع الانتفاضة الأولى في فلسطين ثم مع انتفاضة الأقصى ثم بهزيمة تموز ثم بالهزائم في غزة ثم ثم هذا المسار الانحداري والفشل الدائم لذروي كانت في معركة سيف القدس ثم معركة وحدة الساحات حيث انتقلت المبادرة العسكرية إلى الضفة الفلسطينية منفردة وفي المرّة الثانية إلى فصيل فلسطيني منفرداً حركة الجهاد لصناعة معادلة ردع يعجز الكيان عن موازاتها ومضاهاتها وتحمل تبعاتها ويرتضي وقفاً للنار دون شروط هي ذروة الانحلال. سقطت فيها السياسه، سقط فيها الكنيست، سقطت فيها الدوله، سقط فيها الجيش، سقط فيها نموذج الشركه ايضا. الان الذي يجري هو عوده الى المستوطنه وليس الى المدن. كعامل حاسم في صناعه السياسه عم بحكي في الديموغرافيا. اثنين هو عوده الى الكنيس وليس الى الكنيست، بصعود الجمعيات الدينيه المبنيه على التوراه وعلى وعلى وعلى, وعلى ومبين المشهد. ثلاثة العوده الى العصابه شوفوا الشروط اللي حطها بن جفير شو هي هي بدنا اعاده تجنيد المسرحين من الجيش والشرطه تم تحت اشراف بنجفير. بدو بده يسلحهم وينظمهم ويعمل منهم ميليشيا لمواجهه الفلسطينيين ما خصها اخضاع حرس الحدود اللي موجودين في الضفه بس هم جزء من الجيش لامره وزير الامن الداخلي يعني إعادة النظر بهيكلة مفهوم الدولة لصالح مفهوم العصابة وبالتالي إذا ما نحكي علم اجتماع تاريخي هذا العودة إلى البدايات هي علامة لوفول. وبالتالي نحن في مرحلة بدء الإنهيار شو رح يترتب على هذا لنبين هلأ ما في مجال للتراجع فيهون يعني تسقط حكومة نتنياهو ويسقط اليمين الذي جاء إلى الحكم من خلالها إذا لم يترجم وصوله الى الحكومه بمجموعه انجازات في سياق الخط الذي اعلنه، شو هي الانجازات؟ شيء بالاقصى شيء بالمستوطنات، شيء بمزيد من القتل للفلسطينيين، شيء بمزيد من التهجير من القدس، بده يعمل هول ليقدر يقول انه هو حقق وعوده الانتخابيه ويكون قادر يتقدم الى دوره انتخابيه قادمه، وبالتالي لا يعمل هول فاذا عليه ان يصطدم بحاله فلسطينيه غير ساكنة حالة فلسطينية هي اصلا متحركة هي اصلا بحالة نهوض حالة حضور وهلا يعني مش راح نحلل بالعكس فلسطينيا بكفي نستعير كلام اللي قاله موشا ارينز اللي قال الذي يجري عن وصفه لحرب تموز واللي انا بعكسه على الواقع الفلسطيني الان لانه امتداد لذات الروح وذات الفهم وذات الاسلوب وذات العقلية بيقول الذي يجري الان هو أننا نقاتل أشباه ما كنا عام 47 والجانب العربي الذي يقاتلنا يقاتل أشباه ما كان عليه هو عام 47 أنه عام 47 كانت التكنولوجيا في ضفة إسرائيل التكنولوجيا الآن في ضفة المقاتل العربي طائرة المسيرة التي لا يملك الإسرائيلي فكاكا من كيفية التعامل معها لدرجة أنا يعني استعدت واقتبست كلام توماس فريدمان نقلا عن الاب الروحي لانشاء مفاعل ديمونا اللي بيقول انه بعد عمليه ارامكو انه هذا عم بيقول فريدمان انه هذا نموذج لما سيجري في اي حرب قادمه حزب حزب الله لن يكون بحاجه لدخول الجليل يكفي ان يرسل خمسة ألاف مسيره لتسقط اسرائيل بين يديه فبيقول بيعلق هذا الاب الروحي لديمونا لتوماس فريدمان بيقول له يبدو انه سيكون علينا مع تفكيك مفاعل ديمونا الذي سيتحول إلى قنبلة تنفجر فينا إذا تم استهدافه ما بحاجة حزب الله لأن يملك سلاحا نوويا سيفجر النووي الذي لدينا فينا بكم من اللي يقول يبدو, علي يبدو أن علينا أن نتنازل عن كل منجزاتنا التكنولوجية مش فقط المفاعلات النووية ومش فقط مخازن الأمونيوم بل أيضا شبكات الدفاع الجوي وان نطلب من ابنائنا ورجالنا ونسائنا الصعود الى سطوح المنازل ببنادق الصيد لانها قد تكون الطريقه الوحيده للتعامل مع مسيرات حزب الله، بمعنى اذا التقنيه لم تعد بيدهم هذا التحول عكسي، الروح المعنويه كانوا هم اصحاب العقيده ونحن الشتات، الان نحن اصحاب العقيده وهم مرتزقه مش بس شتات. العامل الثالث هو امتلاك الرؤيه والامل بالنصر واليقين بالنصر هم في حاله الياس والمازق الوجودي ونحن الموجه الصاعده وبالتالي اذا اخذنا الحاله الاسرائيليه وحتميه انها ستذهب للتصعيد مش لانها تشعر بالقوه لانه قدرها في ان تقتل على هذه الطريقه وهن بتاريخهم على كل حال هلا كل النقاش الداير باسرائيل يا بيحكي على المساده يا بيحكي على سنه عمر 80 المساده انهم اجتمعوا بقلعه مسعده وراحوا حتى ولك الانتحار جبنا عن ان ينتحروا اللي بيعرف بيقرا سيرتهم في المساده انه قرروا يقتلوا بعض لانه ها لما بيقولوا انتحروا في في مساده حتى ما حدا قتل حاله مش على الطريقه اليابانيه الكاميكاز بحط هالسيف وبيطعن نفسه بيقول له بتقتلني بتقوس علي وانا بقوس عليك او انا بقوس على الثاني والثاني بقوس على الثالث وهكذا حتى قتلوا جميعا فهذا نموذج طبعا انتحاري والنموذج الثاني اللي هو انه كيف تحللت دولة اسرائيل بين هلالين بالمرتين اللي ظهرت فيهم تاريخيا قبل بلوغ عام الثمانين بحروب القبائل وزاوفين رئيس اسرائيل السابق هو بيحكي بيقول نحن الان اربعة قبائل طبعا هو تجاوزا وبدون وجه حق يحسب العرب قبيلة بيقول او 25 بالميه من سكان اسرائيل وبعد بيقول في 15% متشددين و25% المتد الصهيونيه المتدينه وفي 35% علمانيين يتحللون هذا حكيه بال 2019 هلا طبعا صاروا يمكن 20 عم ينمى التيار الاخر فستدور حرب القبائل عظيم اذا سواء هذا الخيار او هذا الخيار نحن لا نتحدث عن موجه صاعده في اسرائيل نحن نتحدث عن حتمية الانفجار خلص ما عاد في مجال السياسة سقطت الكنيسة سقطت العودة للكنيس يعني للوعد الديني العودة للعصابة مش للجيش الميليشيا المسلحة هذا يعني العودة للكيبوتز مش للشركة هذا يعني أن احتضار إسرائيل في مقابل الصعود الفلسطيني سيتلاقيان في لحظة أنا عم قدر أنه نحن على موعد مع يوم الأرض بثلاثين نيسان كما جرى في معركة سيف القدس نحن على موعد مع مجموعة خطوات طبعا رح يعملها بن غفير وغير بن غفير رح تتصاعد الموجة في القدس رح يتصاعد الوضع في الأراضي المحتلة العمليات المقاومة في الضفة الغربية المقاومة في غزة لا تستطيع أن تقف وهي من الآن تحذر من أنها لن تستطيع الوقوف على مو... يعني الحياد أو موقف المتفرج أو الاكتفاء بالبيانات عرين الأسود يعلنون إعداد العدة والجهوزية لعمل نوعي أعتقد أننا باستحقاقات يوم الأرض وما يليه من مواعيد 15 أيار وغيرها تحتشد العناوين التي يمكن أن تشكل مراحل النزال الكبير لي قد يتحول حتى هون مش عم نحكي عن تمنيات عم نحكي بدقة القراءة قد يكون هو الموعد الذي تقع فيه الحرب الأصلة وإذا كان كذلك ولو كاحتمال لا عذر لنا في أن نقول فاجأنا لم نكن قد استعدينا بما فيه الكفاية شو يعني استعدينا على الأقل أننا يعني نحن صوت هذه المقاومة صوت هذا النبض الفلسطيني أن نكون من الآن على موعد أنه كيف من هلأ لوقتا بدنا نكون بأعلى درجات الحضور بأعلى إمكانيات القدرة على التعبئة وعلى الشرح وعلى يعني مثلا بلبنان سمحت السيد عم بمهد وبيقول انه كانه يقول ان المقاومه في لبنان وهو قال عمليا هذا لن تكون على الحياد، شو معنى انه هذا سيؤدي الى انفجار حرب على مستوى المنطقه وسيفجر المنطقه، فاذا نحن علينا ان نقولها بوضوح اشد، ان نعبئ مش بيئه المقاومه، البيئات الاخرى، انه ما بيقدر لبنان ما حدا يطالب المقاومه في لبنان اذا وقعت المواجهه الكبرى في فلسطين انه لا ما بصير نحن اللبنانيين ما قصنا وشو الله جابرنا وما بدنا ندفع الثمن. وكذلك في ساحات أخرى في مصر في الأردن في كل ساحات الوطن العربي يجب أن تشحذ الهمم وأن يقال إذا وقعت المعركة في فلسطين هذه المرة يجب أن نكون شركاء فيها طبعا اليمنيين سابقين الكل على هذا الصعيد يعني يقولون الكلام صريحا واضحا جهارا نهارا في أي معركة مقبلة صواريخنا سوف تهبط وتسقط فوق رؤوس الصهاينة بالتالي نحن ذاهبون الى هذا كاحتمال كبير ما فينا نجزم لكن المسؤوليات تبنى على اشد الاحتمالات حيويه وحسما حتى لو كان اقلها احتمالا يعني الاحتمال اللي اذا وقع لا عذر لك في ان تقول انني لست مستعدا هو الاحتمال الذي يجب ان تهتم بالاستعداد لملاقاته حتى لو كان هو اقل الاحتمالات حدوثا فكيف وان حظوظه هي الاعلى؟ فاذا هذه هي الاستحقاقات الثلاثه التي اعتقد انها ستحكم العام 2023 واذا كانت في نصفه الاول هي المواعيد الحاضره فاذا في نصفها الثاني نتائجها وتداعياتها وما سينتج عنها سيكون حاضرا وهي يتغذى بعضها من بعض يعني عندما تخرج روسيا في موقع اقوى في هذه الحرب، وأوروبا في موقع أضعف، وأمريكا في موقع أضعف، هذا له انعكاس علينا. وعندما تتعافى سوريا أكثر وتسترد سيادتها ووحدتها بقوة أكبر، هذا له انعكاس على كل محور المقاومة. وبالتالي عندما تنهض فلسطين وتحضر فلسطين، هذا له انعكاسات على كل العالم، وليس فقط على المنطقة. أنتقل من هذا العنوان اللي هو استحقاقات العام القادم إلى العنوان الثاني اللي هو كلمة سماحة السيد والقائد سليماني. رح بلش بالقائد سليماني بدي اقول انه نحن معنيين انه نعرف بمزايا هذا القائد ونشرح عنه هذا لا يجب ان يحرج احدا انه بيقولوا عني ايراني وانه انتم جماعه محور المقاومه انتم جماعه ايران هذا انا بعتبر انه هذا نقص اخلاقي ان نقع في هذا الابتزاز لانه نحن عم نحكي عن مين؟ نحن عم نحكي عن واحد هو من بلاد فارس خلينا نبلش من هون، بعيد عننا يعني 2000 كيلو بدرجة المسؤولية عن فلسطين مسؤوليتنا أدوا على عشرين مرة. أي واحد مننا نحن العرب حتى اللي بالمغرب واللي بالحجاز واللي بالسودان مسؤوليته تجاه فلسطين قطعاً أكبر من مسؤولية قاسم سليماني. طيب، هذا شاب ايمانه وتدينه والتزامه العقائدي ملكه، ما حدا له معه فيهم. لكن اذا كانت هي حوافزه ودوافعه للالتزام بفلسطين فيجب ان تلقى التعظيم مثل ما هو يلقى التعظيم. طيب هذا الرجل اجا اولا في موقعه كقائد لفيلق القدس هو يستطيع ان يدير كل ملفاته من طهران. ويقعد بمكتبه ويرفل بكل الرفاهيات المتاحه وموازناته بمليارات الدولارات يعني للعلم مليارات الدولارات يصطدق. انا رحت على بيته وانا بعرف درجه التواضع التي يعيش فيها، بعرف على كل حال يعني التواجد بالخنادق وبالرمل وبالتراب وتحت الشتي والعواصف والشمس الحارقه في الصحاري وفي المعارك وتحت النار وتحت القصف ما بيعود الواحد بحاجه لينزار ببيته لينعرف انه زاهد في الحياه. أنا من القلائل الذين رأيت فيهم هذا الزهد في الحياة، وهذا التواضع في الأخلاق، وهذا الاحتراق على فلسطين، والشعور بالحمية والغيرية على كل قضايا المواجهة مع المشروع الأمريكي. ما بتحس إنه أنت عم تحكي حدا من هوية مخالفة أو أخرى؟ أنت ويا في معركة واحدة في عنوان واحد. سواء كانت خلفيتك قومية عربية أو وطنية لبنانية فلسطينية سورية أو إسلامية سنية على طريقة حماس أو شيعية على طريقة ما, ما 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 يعني لا تشعر في لحظة أن هذا موضوعاً على الطاولة الموضوع الوحيد على الطاولة ينطلق من تقييمه لما تمثل أنت في هذه المعركة وتقييمك لما يمثل هو في هذه المعركة نقطة على السطر وبالتالي لما بنكون امام قاده من هذا المثال من هذا النموذج راحوا اشتغلوا على حالهم امتلكوا مهارات وكفاءات عليا في كل المجالات قاسم سليماني كان ما يترك مقال بنيويورك تايمز له علاقه بالمنطقه وله علاقه بالسياسه الدوليه ما يقراه ما يترك دراسه صادره ويتمنى من اصدقائه الي انا مرارا عبر مكتبه في بيروت انه بيسلم عليك الحاج قاسم بيقول لك اي شيء بتشعر انه هو يجب ان يطلع عليه ما بيسامحك تعرفوا كلمة ما بيسامحك عند المتدين الملتزم دينيا شو إلى معنى يعني لا دنيا ولا آخرة ولا أمام الله أنت مسامح إذا ما بتبعت له كتب مقالات دراسات إلى آخره صار عندي مرة يعني عطل على الحظر على الواتس أب توقفت مقالاتي أسبوع ما وصلتهم فاتصلوا أنه الحج عم يسأل اولا يطمئن عليك خير ان شاء الله ما في عليك شيء صحتك بخير نقول له الحمد لله المقال عم يسالنا ليش ما عم يوصل فقلت لهم هذا السبب قال طيب في طريقه اخرى تبعث لنا اياه اذا ما في بنجي وبناخذ المقال من عندك فحدا عايش الهم اليومي للقضيه للصراعات لموقعه فيها لدوره فيها لدرجه انا من الذين يقولون ان جزءا من مشكله المحروقات في سوريا هي من نتاج استشهاد قاسم سليماني لأنه لو قاسم سليماني رحمه الله على قيد الحياة أول يوم بحس أنه في مشكل بطب الطهران بيروح عند أعلى مركز وزاري وإداري وله من المهابة ما يتجاوز حدود منصبه هذا مش تقصير من الجنرال قاني لأنه ما عنده مهابة الحج قاسم التي تسمح له بتجاوز الأنظمة واللوائح الحج قاسم ما في لوائح وانظمه تحد من مهابته ومن الاستجابه لما يطلب لان كلهم يعلمون انهم يتعاملون مع حاله استثنائيه حاله مثل ما قال امبارح سمحت السيد كان المرشح الابرز لرئاسه الجمهوريه وتعفف عنها لانه يريد ان يبقى في ساحات القتال طيب نحن بنتغاوى وبنتباهى بجيفارا لان شخصيا احبه ولا ازال مش عم بن مش يعني انا يعني جيفاري كنت وجيفاري ابقى واول نقاش أذكر مع الحج عماد الله يرحمه وقتها سالني قال لي طيب انت شو رايك بتجربه الامام الحسين؟ فقلت له انه يعني عظيمه ورائعه ونموذج ومثال ومدرسه قال ليش ما بتقول عن حالك حسيني وتقول جيفاري؟ فقلت له قلت له لانه سوف تفهم المساله مذهبيه دينيه طائفيه يمكن اسم جيفارا متحرر من هذه الضوابط فاهون أن اسهل ان تفهم على اساسه. طيب اليوم بعتقد بعد التجارب نحن معنيون اذا كان الرئيس الصيني عم بيروح يجيب فلسفه كونفوشيوس ويرجع الى التراث الصيني ليقول نحن لسنا منفصلين عن تاريخنا، طيب نحن معنيين ايضا ان نقدم قادتنا ان نقول نعم نحن ننتمي إلى بلاد فيها هذا القائد فيها عماد مغني فيها قاسم سليماني فيها يحيى الشقاقي فيها فلان فيها فلان فيها فلان ال ال الذين نعتز بهم هو أبطال الضفة الذين قدموا أمثلة ما نقول اسم واحد ونظلم الثاني عندنا على الأقل هذا العام خمس ست نجوم ساطعة في يجب من هذا الباب أقول أن نعرف بهؤلاء القادة وأن نقدمهم لشعوبنا لناسنا أن نتحدث عنهم وانا شخصيا افعل ما اعتقد انه واجب وانه ضروره حيث اجد ان الفرصه متاحه وان الامكانيه متاحه ولو من قبيل قال الراوي يعني انه احكي حكايه حدثت معي او سمعتها يمكن ان تجذب انتباه جيل جديد او ناس تفتح عيونهم على القضيه وعلى ان يمتلكوا ملهما في الانخراط في حركه الصراع في قضايا امتهم. بدي اجي لكلمه السيد، في كلمه سماحه السيد انا يعني الاستنتاج الاساسي الذي اريد ان اقوله مش بوقت نقيم نحن يعني بالنسبه لنا السيد هو قائد وهو مرجع ونثق ثقه مطلقه برؤيته وبالتالي مش بكل مره بدنا نقول انه كان استاذا وكان يعني فيلسوفا وكان استراتيجيا او خلص صاروا تحصيل حاصل اللي بدي اقوله ماذا نستنتج نحن كقر... كقراءه سياسيه من كلام السيد نستنتج أولا من كلام سماحة السيد أن المعادلات الحاكمة بين المقاومة وكيان الاحتلال لا تعديل فيها ولا سماح بأي تعديل فيها. فإذا حكومة نتنياهو ومن فيها مردوعة كما ردع من قبلها. اثنين أن المقاومة ملتزمة في حال تعرض الأقصى لأي مساس أو عبث بأن تكون جزءا من معركة الدفاع عنه. ثالثا بان المقاومه ملتزمه اذا نشبت مواجهه مدخلها فلسطين وتعممت لتشمل غزه بالتحديد فان احتمال ان تكون المقاومه، هون منفصل عن القدس، لانه ممكن تبدا بشيء ما له علاقه بالاقصى، شيء اللي له علاقه بالاقصى انا اجزم انه حتى لو لم، وهي طبعا حتى افتراضيه في غير مكانها، لو لم تاتي المقاومه في غزه للدخول على الخط، المقاومه في لبنان ستدخل مش مربوطه ببعضها، علما ان كليهما محركهما واحد ومعاييرهما وضوابطهما لا تسمح الا بالتدخل، لكن عم فك الاشتباك الربطي السببي انما في الحاله الثالثه لاي سبب من الاسباب اذا انفجرت مواجهه يمكن حول جنين حول الضفه ودخلت غزه في المعركه قد تدخل المقاومه اللبنانيه على خط المعركه اذا كانت قراءتها اننا امام احتمالات التدحرج نحو المواجهه والمنازله الشامله. في الرئاسة أنا يعني طبعا هون معني بأن أقول بدهم يسمحوا لنا الكل بلا استثناء في طرف بلبنان بحق له يتباهى أن قراره مستقل هو حزب الله وأنا ما رح أناقش أنا يعني بيتهموا حلفاء حزب الله أنهم تابعون لحزب الله وأنه من خلاله هني تابعين لإيران وحجتهم بتبعيته لإيران أنه كونه سلاحه وماله من إيران وهو يقول أن ولاءه العقائدي للولي الفقيه فإذا يعني أنعونا بأنه حدا بيعمل شيء ببلاش وحدا بيعطي سلاحه ومال ببلاش والولاء العقائدي يعني الطاعة بيطلع معهم استنتاج أنه يتلقى الأوامر من إيران طيب أنا بقول هذا حق أي حدا أن يطرح هذا للنقاش لكن حقنا أنه نناقشه ناخذ ونعطي نحن وياه ونقول له تعال يا حبيب القلب لحتى نفصفص الامور نحن وياك واحد في حدا بلبنان على الضفه الاخرى لا يصل اليه والى مستواه لا سمير جعجع مع الاحترام لوليد جملاط ميشال معوض حزب الكتائب كانوا يحلموا انه يحكي عنهم كلمه طيبه قدام الامريكان او الفرنساويه او السعوديين طبعا اسمه سعد الحريري كانوا يسمونه زعيم 14 اذار وهن اعضاء بمكونات 14 اذار وما كان يتلقاه من دعم سياسي ومالي ومعنوي وما يمكن ان يصل اليه من موقع دستوري كمان هن ما بيحلموا فيه وموقعه كلاعب اساسي في السياسه اسمه سعد الحريري طيب سعد الحريري فكر بيوم انه البلد صار له سنه سنه ونص بلا رئيس والهيئه مسكره وما في الا ميشيل عون مرشح يخيل إيش ليش ما بنمشي بميشيل عون تعال نحاول نعمل معه تسوية راح سال الامريكان وسال الفرنساوي وسال السعوديين اللي قال له انه ان شاء الله خير على الطريقه الفرنساويه اذا بتزبط ليش لا الامريكان قالوا له انت عم تقدم على خطوه خطيره احسبها منيح السعوديين قالوا له عم تعمل خطوه على مسؤوليتك اذا نجحت بيكون نجاحك ونحن نتعامل معه واذا فشلت عليك ان تكون مستعدا لتحمل العقب العواقب راح الزلمه عمل التسويه الرئاسيه بخريف 2016 اجى ميشيل عون رئيس الجمهوريه بخريف 2017 انحبس سعد الحريري بالسعوديه واقعة عليها خلاف شيء ثابت عشو انحبس سعد الحريري بالسعوديه خل حدا يقلنا اذا لم يكن الامر بسبب التسويه الرئاسيه التي اعتبرت بنظر السعوديه وفرنسا وامريكا لانه سقف اللي طلبوه الفرنسيين هو الحريه الشخصيه لسعد الحريري والامريكان ما تدخلوا والدليل انه بالاخر الرجل ترك العمل السياسي ما حدا عمل معركة لا يرجع سعد الحريري علما ان جبهتهم تضعضعت بسبب خروجه من العمل السياسي هذا مثال شو مشكلة السعودية معه انه انفرد هذا واحد انه لم يط... لم ي... لم يستمع للتعليمات ادعى وزعم انه قادر على اتخاذ قرار اثنين انه هالقرار برايهم بيريح خصم اسمه حزب الله، شو خصومة مع حزب الله؟ حطوا على جنب كل الحكي بلا طعمه يعني انه انصار الله متطورين في مجالات من الاسلحه قد حزب الله ويمكن اكثر ما بنعرف هم ورثوا الجيش اليمني بكامل مستودعاته ومخازنه وهذا الكلام قد يفاجئ كثيرين لكن انا شخصيا سمعته من قاده في المقاومه في حزب الله مش قاده في الحزب سياسيا، قاده راحوا شافوا التجربه اليمنيه وقالوا تعلمنا كثيرا منها. تقنيا وتكتيكيا و و و و وهلا مش موضوع الحديث، وبالتالي مشكلتهم مع حزب الله انه خطاب السيد له وقع ومكانه في الراي العام العربي، وانتقاداته التي يواجهها للسعوديه لمدخلها اليمن بشكل اساسي تزعج. طيب اللي بيقوله سعد الحريري هو وحليف لحزب الله لما كان حزب الله متمسك فيه لسعد الحريري بحق سوريا وبحق ايران مش اعلى دوز وسقف من اللي كان اللي بعده لهلا كلام السيد منضبط فيه في الحديث عن السعوديه، شي مره شفتوا حزب الله متردد في العلاقه مع الحريري او حلفائه مضغوط عليهم اوعى تفتحوا على الحريري لانه هذا الحريري بيحكي على ايران وبيحكي على حزب الله على على سوريا اكثر من هيك سنه 2011 كان الحريري رئيس حكومه وقرر حزب الله بسبب موضوع المحكمه الدوليه ان يطلب من حلفائه أن ينسحبوا معه من الحكومة لتسقط الحكومة قبل أن يتمكن سعد الحريري في لقائه مع الرئيس الأمريكي في واشنطن من طلب إعطاء الضوء الأخضر لإقلاع المحكمة الدولية آنذاك شو شو اللي صار؟ صار إنه أجا الرئيس التركي وأمير قطر إلى دمشق بعدما اتصلوا بإيران وتوجهوا إلى سوريا للرئيس بشار الأسد وطلبوا وساطته وأنا أعرف أن الرئيس الأسد كان راغبا إيجابيا بالتعامل مع الوساطة التركية القطرية لكن جوابه كان أن القرار عند حزب الله ونحن عم نحكي 2011 بمطلع 2011 مش أنه سوريا كانت بقلب الحرب وحزب الله باعت قواته عم بتدافع عن الدولة السورية إلى جانب الجيش لا 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 هذا كله ما كانت سوريا هي الدولة التي اسهمت ومولت حزب الله سلاحا وذخائر خلال حرب تموز لدرجه ان سماحه السيد وقف وقال في خطاب النصر لولا سوريا حافظ الاسد وبشار الاسد لما كان هذا الانتصار. هي سوريا لم تسمح لنفسها بان تقول لحزب الله هذا امر يخصنا، هذا سياسه دوليه، هذا امن قومي بدك تمشي فيه. اخذوا له موعد لاحمد داود اوغلو وحمد آه آه الثاني آه اه آه آه قال ثاني انه يجوا الوزير الخارجيه عم بحكي يشوفوا سماحه السيد وبلغهم سماحه السيد نحن ما رح نمشي مره ثانيه مع الحريري آه كانت كان تمت الاستقاله انه خليه آه يرجع مرة أخرى سموه يعني لرئاسة الحكومة قال لهم آه بدي رئيس حكومي بدي واحد فايق لا أتعامل أنا وياه أنا أذكر وقت الحديث هذا زلمي بفي بعد 12 الظهر وبالتالي ما نفاضي لا يتحمل المسؤوليات المهم عندما يقول سماحة السيد نحن أسياد عند ولي الفقيه عن جد هيك طيب دليل ثاني يا اخي هاي المقاومه اجت قالت في ازمه كهرباء بالبلد شو مشكله الكهرباء الفيول يا اخي انا امون على ايران رغم العقوبات ورغم الـ 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 الازمات الاقتصاديه إن تعطي هبه فيول للبنان بتقوم ايران بتقرر نص مليار دولار هبه فيول هني صاروا شو يقولوا هذا كذب ما على دعايه بلا طعم اشاعات الى اخره شوي صار واقعا اجوا الامريكان قال ممنوع مش علنا بالوشوشه ما حدا منهم راح يقول يا خيي نحن حلفاء كن خلونا نجيبها مصلحه للبنان يا خيي ما بدكم تخلونا نجيبها طيب مشولنا مش لنا قصه الكهرباء من الاردن علما يديك مدفوعه ببلاش مشوا الغاز من مصر ولك ما تسودوا لنا وجهنا قدام الناس يا سعودية ابعتي لنا انت ما انت أكفأ واغنى واقدر وامكن وما في عليك عقوبات طيب انا بدي اجي احط هو الطرفين مقابل بعض اقول هذا تابع وهذا يزعم استقلالا من يجرؤ منهم ان يكرر اليوم تجربه سعد الحريري في الوصول لتسويه رئاسيه معمولة على سليمان فرنجي على اي اسم بدون تعليمات حزب الله يجرؤ وحلفائه معه يجرؤون بدليل أنه التيار الوطني الحر الحليف بيتجرأ أن يتمرد على حزب الله يعني هني معتبرين أنه هذا أنا أستعمل تعابيرهم لكن هو حقيقة يمارس استقلاليته هاي هي نوعية العلاقات داخل هذه الجبهة العريضة هي الاستقلال واحترام الاستقلال وأن القوى جميعا ليس بينها سيد ومسود هذا حلف الأسياد ولذلك نعم لنا الحق بأن نقول نحن نصدق عندما يقول سماحة السيد أنه على الأقل فيما يخصنا ويخص حلفاؤنا نحن لا ننتظر لا تفاهمات خارجية ولا بيمون علينا حليف ولا بيخوفنا غير الحليف ولا في معادلة في الخارج تفرض علينا اللي بده يحكي بالرئاسي بحدود ما عندنا قدرة تأثير عليها بعدد النواب بده يحكي معنا ما في نوب عننا حدا في هذا المجال بل يعني اضافه ل يعني لهذا لهذا العنوان هذه المقاومه اذا كان قرارها مستقل وهو كذلك طيب هي الان تقول للجميع تعالوا لنتفاهم الاخرون لا يملكون القدره على اقامه الحوار معها دليل رحنا على الترسيم البحري بالترسيم البحري اجا سمحت السيد قال هاي المقاومة خدمة لقوة لبنان هاي المقاومة عم تعمل من شان التفاهم النووي الإيراني تعزيز موقع إيران بالمفاوضات النووية طلع تحداهم قال لهم طيب أنا أتحداكم اليوم وقت اللي حكي عم بحكي ما كان لا معلوم التفاهم رح يتم على الترسيم البحري ولا التفاهم النووي حيتم أو يفشل مثل هلأ موضوع الرئاسي اللي نقول له أنه هالبصارين والمتوقعين يقولوا لنا اسم الرئيس وقتها كان الشاطر اللي بيقدر يدق على صدره ويقول التفاهم على الترسيم البحري سيتم قبل ان يتم التوصل الى التفاهم على الملف النووي او بمعزل عنه، ما حدا كان في يقول، كان ممكن التفاهم يفرط نروح على حرب والتفاهم النووي يسبو وقف سماحه السيد وقال التزم انا كمقاومه اذا حصلت الحكومه اللبنانيه على طلباتها في الملف البحري ولم يتم التوصل الى تفاهم نووي، المقاومه ذاهبه الى التهدئه. لأنها موجودة لخدمة مصالح لبنان وإذا لم يحصل لبنان على مطالبه وتم التفاهم النووي المقاومة ذاهبة إلى التصعيد طيب حدا يطلع يقول له لا سمحت السيد أنا براهنك أنه مش رح تعملوا هيك ما حدا استرجع بلعوا لساناتهم وعندما تم الترسيم ولم يتم التفاهم النووي المفروض إذا عن جد اللي استحوا ما ماتوا أنه ما عاد منا بقى حدا يقول أنه هذا موقف حزب الله مربوط بمستقبل التفاوض على الملف النووي أنا شخصيا أقول نعم الملف النووي حاضر بس مش عند حزب الله حاضر عند الأمريكان أنه إذا اتفق الأمريكيون مع الإيرانيين وسقطت أسبابهم في الخصومة أو جزء من أسبابهم في الخصومة مع حزب الله فالمنطقي والطبيعي أنه يصيروا ما عندهم مشكل برئيس يريح حزب الله يعني ما عندهم مشكل بأنه جماعتهم اللي بيلتزموا بأوبرهم يقولون يا خي اذا ما في حل الا بسليمان فرنجي روحوا شو بسليمان فرنجي فاذا كان للخارج من تاثير لنقولها لمره اخيره فان حدود تاثير هذا الخارج والمعادلات المرتبطه بما يجري في الخارج هي على ضفه خصوم المقاومه وليس على ضفه المقاومه وحلفائها بالتباينات القائمه داخل معسكر المقاومه وحلفائها انا راح اختم هون بالنقطه اللي لها علاقه بالموضوع التركي السوري لانه مريت عليه بس يعني مجموعه اشارات لاخذها في الاعتبار. نحن هلا اليوم آه بيطلع كلام عن لسان ما يسمى بالمعارضه السوريه بانه هن تلقوا تطمينات من تركيا بانه ما في تطبيع. مصطلح التطبيع دخلكم وين سمعناه نحن بالعلاقه التركيه السوريه؟ سمعناه من اردوغان مش من سوريا. ما حدا من سوريا طلع وقال في تطبيع علاقات. طلع الرئيس أردوغان قال لا خصومات دائمة في السياسة ونحن لا مانع لدينا وقد نذهب إلى تطبيع العلاقة مع الدولة السورية قريبا كما فعلنا في تطبيع العلاقة مع مصر والسعودية هذا كلام حرفيا روحوا ارجعوا له بتلاقوه بالتصريحات هلا بيطلع طبعا لم يخرج تصريح عن وزير الخارجية التركي اللي نسبوا له لهذا الكلام كلام أمريكي يحذر من السير في كمان مصطلح التطبيع طيب المعركة على موقع تركيا في الصراع واضح أنا أستطيع أن أنصح يعني جماعة المعارضة هؤلاء اللي بعدهم باقيين لأنه جماعة النصرة وداعش وهذا يعني على حلاقة على حلاقة وما لهم دواء تاني لكن عم بحكي للي قاعدين بالأوتيلات بأنقرة وباسطنبول وهذا وعاملين حالهم زعمة ثورة وهذا المصريات اللي سرقتوها روحوا هربوا فيها وقد تفتح لكم ملفات هيك بيعمل الاوروبيين وهيك بيعملوا الامريكان هلا ما بعرف اذا السعوديين بيسامحوا لكن الامريكان والاوروبيين عندما تفشل حركه قاموا بتمويلها ويكتشفون ان بعض قادتها ينعمون باموال بيروحوا بلحون بجرم التبييض وبجمدولهم اموالهم وبيحطوا ايدهم عليها وبفوتون على الحبوس فكثره الكلام لن تفيدكم الذي بادر اذا فيكم شويه عقل تطرحوا السؤال التالي من الذي بادر وقال اقترحت على الرئيس الروسي قمة ثلاثية الرئيس الأسد والله أردوغان هذا شو اسمه يا شباب هذا مش تطبيع يعني شو بدك لكم شو هو التطبيع يعني الواحد بده يكون عن جد حمار برخصة لحتى يطلع عنه هيك تصريح بشكل واقعي وطبيعي وبدون إهانة لازم يقبل توصيف الحمرني لأنه كيف تسمح لحالك يا غبي البعيد أن تقول هذا الكلام انه نحن مطمئنون بان تركيا لن تذهب الى التطبيع، ولكن الرئيس التركي عم بيقول بدنا نطبع، عم بيقول انا اقترحت على الرئيس الروسي يجمعني مع الرئيس السوري بقمه مشتركه. هذا هو ما هو قادم وعبثا تحاولون بعد في شوي بالجزيره عاطينكم وشوي بالعربيه عاطينكم تعويض نهايه خدمه قبل ما تنتقل حكوماتهم الى الضفاف الاخرى لانه هلا هل يعني شويه بهار وملح وهذا ما بيضره، لكن لا تتوهموا بان هذا تعبير عما سيبقى قائما بعد حين، بايار بنبقى بنتلاقى ان شاء الله. سلام القدس لكم وعليكم ابدا ودائما، لحظات وننتقل الى المنتدى والحوار.